ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا للشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش نسولوا المواطنين على التوقعات ديال المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي ضد ليبيريا، وتعرفوا أشنو قالوا لنا؟ أجوا معايا. إن شاء الله غيكون مقابلة قوية، ولكن إن شاء الله النتيجة غتكون إن شاء الله نتيجة مزيانة للمنتخب الوطني. إن شاء الله شي جوج زيرو، غيمارك إن شاء الله نصيري والحمد لله. هادشي اللي ان شاء الله هادشي اللي غادي هما جوج اللي مرشحهم انا غيماركيو. كاين شي لاعبين ممتازين بحال هذاك اللاعب ديال المانيا، كاين هذاك الدري ديال فرنسا اللي غوت ليه حتى هو تيلعب اللور. بصراحه كاين لاعبين ممتازين جاو المنتخب الوطني، وكاين شي لاعبين قدام اللي كانوا ردوا عاوتاني. هادشي اللي غنقول لك صراحه. طب طبيعه الحال ديما حنا تابعين الكراك، النيه هي كلشي. كنتوقع يكونوا يا جوج لزيرو يا جوج لواحد. كنتوقع يقدر يكون شديري باكي يا شديري عبد الرزاق حمد الله ولا الزلزولي حتى هو، واحد من الثلاثه هادو بعدا اللي متوقعهم. بالنسبه لي التشكيله فهمتي ناضي، قبل لي اخويا باللي سيباري جاي ميليو جاي ناضي، ديك السيد فهمتي عنده تبارك الله خدم ملي سالا كاس العالم في اخر ماتش مع مصر وديك الشيء خدام. كاين حتى واحد الدري نسيت له على سميتو، وكاين عدلي هذاك تايق فيه انا راه غايدير شي حاجه، ماشي غير لا ما دارش دابا غايدير من بعد فهمتي. الركراكي ديما دايرني حنا الوداد فهمتي، عارفينو تايقين فيه، الله يسهل عليهم. التوقعات ديالي كنقول زعما كاين حكيمي وزلزولي، حكيمي وزلزولي غيقدروا يديروا 2-0. بانت لي التشكيله في المستوى هذه المره حسن من الله، من جا المرابط في الدقيقه الاخيره ان شاء الله ما غنخافوا والو، يكون ان شاء الله الفوز ان شاء الله ديالنا. توقعات ان شاء الله غادي نربحوهم ان شاء الله بكل ثقه في النفس، حيت حنا عندنا منتخب زوين وقوي وتايق في راسه. النتيجه 3-0، غيسجل الزلزولي وحكيمي. التشكيله زوينه ناضيه، هو عارف اش كيدير هذاك الركراكي، مدرب عنده خبره، يعني نديروا النيه وان شاء الله غادي نفوزوا على هذا المنتخب هذا. ما عندنا علاش نخافوا، الحمد لله عندنا فريق وطني معتبر الحمد لله. هذه المباراه ان شاء الله غننتصروها بافتخار الحمد لله. الفريق الوطني غادي يربح هذه المباراه ان شاء الله، حيت الحمد لله عندنا شبان مزيانين وعندنا فريق وطني معتبر الحمد لله. غادي يربح هذه المباراه ويربح المباراه الجايه الحمد لله. وعطى الله اللي سجل الاصابه مرحبا، الاخوان كلهم في الفريق الوطني كلهم اخوان، اللي سجل مرحبا، حنا خصنا كنبغيو الانتصار. وليد الركراكي ديما كيقول لنا عملوا النيه وحنا غادي نبنيو، النيه ابلغ من العمل، نانيتو ديما صافي هذاك الراجل، وكنتمنى ان شاء الله حد موفق مع الفريق الوطني.